دي بقى العالم كله عنده حاجه اسمها زيرو توليرانس للفايولنس في المستشفيات. زيرو توليرانس، ما فيش مجتمع بيقبل اي درجه من درجات العنف ضد الفرقه الطبيه. فاحنا نتمنى انه ننجح في هذا الامر، لانه حتى الان لغايه الاسبوع اللي فات واللي قبله واللي قبله ما زالت بتتكرر الحوادث الاعتداء. طبعا تحسين بيئه العمل في المستشفيات كل ده بقى مسؤوليه، يعني مسؤوليتنا جميعا، لانه من اول سكن الاطباء، الواجبات اللي بياخدوها، المسائل، يعني ان احنا نوفر بيئه مريحه للطبيب علشان يؤدي، مش علشان الطبيب احنا عايزين نريحه وخلاص، ده مش ده الهدف الاسمى. الهدف الاسمى انه يقدر يقدم خدمه طبيه لائقه لاهالينا. الحقيقه لن اطيل على حضراتكم اكثر من كده، وبشكر حضراتكم جميعا على تشريفكم لينا، وربنا يقدرنا باذن الله ويوفقنا لما فيه الخير للبلد ولاهلنا وللشعب المصري. VP.